لو هقول كلمة دلوقتي من القلب من غير قناع، فأنا عايز أوجه كلمة بس لجمهوري والناس اللي متابعاني من زمان. عايز أعتذر لكم بصراحة، لأن بقالي حوالي سنتين مش بسأل عليكم ومش متابع معاكم، كأننا الناس عيلة أو صحاب، وبقالنا أنا بقالي سنتين مش بسأل عليك، مش بطمنك عليا، ومش مش بخليك تتابع معايا الجديد. ده بسبب فترة صعبة كنت عايشها، مش بسبب إهمال أو بسبب إن أنا مش مهتم أو كده. عايز أرجع تاني للعلاقة اللي كانت بينا، لأن دي من أحلى الحاجات اللي أنا كنت عايشها الفترة اللي إحنا كنا مع بعض ومتابعين فيها وبتاع. الواحد ساعات الدنيا بيبقى فيه كعبلة، وأنا محطوط في حتة إن أنا نجم، يعني ليا دور برضو، بس بره عن كل ده أنا أنتوا عارفين أنا ما بتعاملش كده معاكم، وإن راجع معاكم في المود القديم اللي إحنا كنا فيه وبتاع، وإن أنا بجد يعني بحبكم، بحب أي حد حبني أو تابعني أو بعتلي أو حس باللي أنا بعمله بجد من قلبه، أنا حسيت بيك برضو. يلا بينا نرجع بقى عشان نكسر الدنيا. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليلة 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.